نشر لاعب ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطعا مصورا على حسابه او عفوا على حسابات مختلفه على منصات التواصل والشبكات الاجتماعيه يتضامن فيه مع الاطفال في سوريا. وقال اللاعب في رسالته انه يعلم ان اطفال سوريا يعانون وهم الابطال الحقيقيون، داعيا الا يفقدوا الامل لان العالم معهم، وطالب رونالدو بالتبرع لانقاذهم قائلا ان اطفال سوريا بحاجه لنا الان اكثر من اي وقت مضى.